والدموع اللي عم تشوفها هلا تحكي الوجع اللي عاشته بسببك. مو قدراني تحكي ولا تطلع فينا بسبب عملتك البشعة. أنت ما كنت مجرد رفيق طفولة، كانت تعتبرك مثل الأعلى. أنت خسرت رفيقتك الحقيقية بس مشان مشاعرك العابرة. اسمع منيح كل حرف رح قلك يا هلا. إذا لسه بتحاول تأذي نياتي مرة تانية، أو بعرف إنك غلطت بحقها، أو بترجع تفكر تفرق بيناتنا، رح كون أكبر عدو إلك وما رح سامحك أبداً. وهذا آخر تحذير إلك. وهلأ كل شيء أنت رح تعمله إنك تطلع برات هالمدينة، وأوعك ترجع لهون نهائياً. هاي المرة رح أتركك كرمال نياتي مو أكتر، لأن هي لحد هاللحظة معتبرتك رفيق طفولة، وأكيد متضايقة لأنه شايف رفيقة بهاي الحالة، وأنا رح أقدر هذا الشيء. لأني ما بقدر شوف مرتي عم تبكي أبداً. يلا فيك تروح. لحظة، ما في داعي بس تروح تصير تخترع قصص عني قدام أهلي، لأنه إذا بتعمل هيك رح خبر الكل حقيقتي. حتى الدكاترة صاروا عم يخدعوا مرضاهم، ما عاد فينا نثق بحدا.